الخطوة التالية، المحطة الخامسة، الشرايين ودعم الحياة. وصل هذا للتو إلى المحطة الخامسة، لذا أمامنا الآن نحو أسبوعين إلى أسبوعين ونصف. نعمل على الكثير من الأجزاء الصغيرة في هذه المحطة، تأتي مزودة بالمحركة وعلبة سرعة في المقدمة التي تم تركيبها. نقوم بالكثير من الأعمال الكهربائية، بدءا بأسلاك التوصيل واختبارها وبدء تشغيل المحرك. كل متر من أسلاك سيارة أجيرا تم توصيلها يدويا. بعضها يزود بالطاقة أضواء وحدة التحكم المتطورة هذه والمسمات بالأضواء الخفية، وهو تحد آخر بالنسبة إلى التصميم. هذه المعضلة كانت عائقا حقيقيا أمام فلسفة كونينغزيغ.